حفل عشاء خيري يعطي للعمل الدبلوماسي مزايا إنسانية وأبعاد نبيلة. حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، حرصا من سموها على تشجيع كل المبادرات التي تروم إلى مساعدة الآخر وإلى تعزيز التآزر والتضامن مع الفئات المحتاجة. وتقدم للسلام على سموها السيدة مونيا بوستا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسيدة رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وشخصيات سامية. وأخذت لصاحبة السمو الملكي صورة تذكارية مع اللجنة المنظمة والفنانين المشاركين في هذا الحفل الخيري. حفل هو تقليد سنوي دأبت المؤسسة الدبلوماسية على تنظيمه، وقد عبرت المؤسسة في كلمتها عن امتنانها العميق بالحضور الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء ودعمها لأهداف المؤسسة وعملها. وتسلمت سموها بالمناسبة درع المؤسسة الدبلوماسية. كنت أوجب الشكر الجزيل صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا حسناء لدعمها الدائم وبترأسها الفعاليات كل سنة ديال هذا النشاط اللي كيجي في إطار إظهار ما يعرفه المغاربة من تكافل وتسامح ودعم للطبقات الهشة والطبقات اللي محتاجة للمساعدة. حفل العشاء الخيري هذه السنة نتاج شراكة مثمرة بين المؤسسة الدبلوماسية وسفارة جمهورية الصين الشعبية، شراكة تترجم عمق ومتانة العلاقات بين المغرب والصين تحت قيادة صاحب الجلالة والرئيس شي جين بينغ، علاقات تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. هذه السنة هي الذكرى 60 للعلاقات المغربية الصينية، وهذا الحفل له أكثر من دلالة. هذه مناسبة تؤكد أن الصين دائما إلى جنب أصدقائها المغاربة خدمة للقضايا الإنسانية والخيرية. Pour la cause de bienfaisance et surtout pour la cause de la population. فرقة تيانفو الآتية من منطقة سيشوان حملت في إيقاعاتها أنغام الصين التقليدية، أنغام ضاربة في القدم تحكي تاريخ الحضارة الصينية، آلات وترية فريدة ومعزوفات متآلفة صنعت من هذا الحفل فضاء لتلاقح الثقافات. هذه المؤسسة تعمل لأهداف سامية، التقريب بين الثقافات، التقريب بين الدول، التقريب بين السفراء، تعريف السفراء والسلك الدبلوماسي العامل في المغرب بالثقافة المغربية والمحافظات والأقاليم ومشاريع التنمية في المغرب. قصائد خالدة من تراث الملحون شكلت هي الأخرى جزءا من برنامج هذا الحفل الخيري الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء. نسمات الصحراء المغربية حملتها أيضا هذه الإيقاعات الحسانية التي أمتعت الحاضرين في هذا الحفل. حفل سيخصص ريعه لفائدة المشاريع الاجتماعية التي تعنى بالصحة وتربية الفتيات. ونشير إلى أن ريع الحفل الخيري للسنة الماضية خصص لفائدة المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون بالمغرب.